الانسان كي تنقولوا حنايا تيبي يلبس شي حاجه بلديه زوينه ديال العيد وديال رمضان، من الدخول ديال رمضان هو تيستعد الحمد لله باش يلبس حوايجات زوينين. والانسان راه تيجي تيقتني جميع المسائل اللي هي مختصه بالصناعه التقليديه، منها البلغه، منها السروال القندريسي، منها القندوره، منها الجلابه، منها الفرجيه، منها اي حاجه تتلم باللباس التقليدي المغربي اللي تيلبس الانسان تيمشي تيأدي به الواجب اللي هو نهار العيد اللي هو تيصلي به كل نهار في الجامع ان شاء الله في رمضان. اللي تيقوم الانسان تيقوم بالواجب الديني على حله الحمد لله تتكون نقيه وزوينه، تيلبس هذيك الطريره ولا هذاك الجلابه ديال تسجدين تا مول الخير ولا شي حاجه مليحه تيلبسها تيمشي تيصلي بها وتيأدي الواجب ديال الله، هذا هو الفضل. بالنسبه للتجاره هذا العام في رمضان نهضر لك على البيع والشراء بصفه عامه، وقينا واحد القضيه بعدا الله يحسن الاحوال، الله يحسن الاحوال الناس اللي هما مضرورين مساكن من الناحيه المعيشيه اولا، انه الانسان دابا راه تيقلب على ما ياكل، عاد يشوف ما يلبس. هاد العام هذا راه الناس تقلب على ما تاكل، وبالنسبه للمعيشه راه المعيشه خويا راه مرتفعه بالنسبه للانسان اللي هو تيصور واحد البركه، راه ما تتقدو حتى في جوج حوايجات يتقداهم ديال الخضره ياكلهم ولا انسان مضرور. وتا الناس ديال الحكومه تاهم الله يهديهم راه ضغطوا على الامر بزاف، الناس راه بغات شويه ديال كي تيقولوا هما ريحوا على عباد الله، الناس راه واكل العصا وساكتين، ماشي راه واكل العصا وساكت، ما قادش يهضر، ما قادش يقول هو شنو فاش عايش مسكين. الناس خصهم تاهم يتعاونوا مع الناس، الشعب معاون مع الحكومه بواحد الدرجه اللي ما كتصورش، حنا دايرين فيهم الثقه وما قوتوا هذيك الثقه وما يستغلوها في الشعب وهما قاعدين تيعطيوه العصا. هادشي اللي بغيت نقول لك، انه ملي تيجي بنادم تيجي معاه جوج تلاليدات ولا ثلاثه وتيوقف عليك تيقول لك اخويا راه بغيت انا غير شي حويجه غير باش نقضي، اش بغيتي دير؟ انت راه عندك حويجات زوينين مثلا، هو تيلصق لك في هذيك الحاجه اللي مزيانه وما هو ما في استطاعتوش القدره الشرائيه باش يشريها، ما عطاش تدبيد الله الا وحق الله الا بعد الخطره اللي تيبقى فيها الحال، تيجي شي واحد ما عندوش الله يحسن الاحوال، انت تحط راسك في بلاصتو والله العظيم الا انا تنعرك في بلاصتو ما نكذبش عليك، والله يحسن الاحوال للجميع، هذا داك اللي عنده حتى هو الله يحسن اعوانه في هذه الوقيته بعدا، حتى هو راه تيمشي الا بغي قالت لك مثلا هي قندوره ولا جلابه راه الثوب دابا راه ولا زايد 200%، كنا تنتقداو بواحد الثمن دابا راه ضرب في 3000 تلخطرات على باش كنا تنتقداو، القضيه راه غاديه وتترتفع. بالنسبه لهذا الشيء ديال الثوب بعدا، وبالنسبه لهذا الشيء التسفيفه، وبالنسبه للخدمه، وبالنسبه وتا هذاك اللي تيخدم حتى هو الله يحسن العوان الله يعطيه ما تيقنعوش، خصك حتى هو تعطيه باش يخدم، الا ما عطيتيهش حتى هو غايقول لك ما خدام ليكش، وهذا هو المشكل اللي مطروح الان. اولا الحمد لله على كل حال، هذه راه ديما تنقولها انا، الحمد لله على كل حال، الرزق راه ما عمرو تيخطا، حنا القناعه كاينه الحمد لله، غير هو بالنسبه اللي كي تنقولوا ديك الحركه اللي كانت ماشي هي اللي موالفه، لان الناس كي قلت لك اخويا قبيله راه الناس راه مضروره بواحد الدرجه، راه كاين كاع اللي ما تيهضر كاع مع ولادو في الحوايج العيد دابا ما قادش يهضر مع وليداتو، واخا هو راه تيخرج تيقولوا له يا بابا راه بغينا نلبسوا حوايجات العيد، ومسكين راه تيشوف حتى هو الجيب خاوي، راه تيخرج تيدمر على واحد البركه يجيبها ولا ما يجيبهاش، الله يحسن الاحوال. وبالنسبه لهذا الشيء اللي قلت لك بالنسبه للتجاره، بالنسبه لاقتناء الاثواب وداك الشيء، راه القضيه مرتفعه شي شويه، حتى حنا الثوب هذا العام راه شحال من ثوب ما شرينا، بغينا نخدموا به والله العظيم، والموديل محطوط وكل شيء، ولكن الغلا، انت تجيب السلعه شاريها من عندك مثلا شي واحد ذاك العام بواحد الثمن، وتجي تقول ليه الثمن تيقول لك هذاك العام شريتها من عندك كيف لقدت ولقد، تقول له اودي راه هذا العام راه كل شيء تزاد، حتى حاجه ما زقات، كل شيء غادي في ارتفاع. تنطلبوا من هاد الناس الله يجازيهم بخير يشوفوا كيف يديروا، ينقصوا شي شويه راه الاثمنه راه غادي كترتفع، ينقصوا شويه من المعيشه الله يجازيهم بخير.